Drew? I have something. Wait. That's not hot sauce. It's hot sauce. It's not hot sauce. Is it a drink? Yeah. Okay. Close your eyes. Is it green? No. Yellow? No. Blue? No. Dark? Just black? Don't look at it. There's hot sauce. No. In it. There's something. I just opened it. Okay. It's normal. Just drink it and tell me, what do you think? What is it? I don't know. It tastes like water. Okay. Is it gonna be something sketch? BLK, what's that? It doesn't know. It just came out anyway. Okay. Love came out. نستخدم ما بيجي ابيك تشرب ده ما بيك تشوفه غمض اوكي اوكي وتقول لي شلون طعمه اوكي خرشني قرات ما في شيء ما في شيء غمض وضق من شوي لا تشوف اللون اشرب على طول اشم من زين لا شرب على طول كده لا تفتح جرب مره ثانيه ما في شيء ما في شيء ترى ناقص من مواد اللي شربت انا شنو طعمه؟ ما في طعم. يعني شنو ما في طعم؟ ماي تقريبا كذا يعني تحس انه غرش ناسيه السياره مده. والله. هذا هو. ليش لونه اسود؟ شنو؟ ما في شيء. اي ما في شيء ماي. زين ليش لونه اسود؟ ماي اسود. شلون ذي بعد؟ زين ماي اسود اي ماي اسود اي منين لقينا ذا زين لا موجود من تحت يقول لك اعماق ما ادري شنو هو موجود وناس زين ما من فايده في الحياه هذا ماي يقول لك انه ماي ما فيه زين كل شيء صفر بس انا سويت اي سويت ماي قلت بسوي ريفيو لكن اتوقع الناس اللي في الفيديو ما راح يقتنعون انه ما له طعم عطيت درو جربه ماي وجربت الحين يعني ما في اي شيء وبس كذا اتوقع انه اثبت ان ماي يعني ما في اي شيء يعني من ابل ريفيوات ماي فاللي يبغي الماي هذا ويبي يجربه رابط اللينك تحت من امازون ما ادري هل موجود في الدول العربيه او لا وبس في نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع ومن لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني واذا حبيتوا نكمل السلسله دي اكتبوا لي تحت في التعليقات والسلام عليكم